أريد أن أقف على حصلة الجيران مع فريق نهضة بركان. في الواقع ما كنت لأعرج على هذا الهدف لولا تصرف أعرج ترجمه سلوك أهوج أملاه فكر أخرق نتيجة ما أصبح اليوم يقينا في نفسية الجيران. إنه مرض عضال اسمه عقدة المجال، حيث اختلط على الأشقاء بتعبير مذيعة قناة العيون الفريق الرياضي بالفيلق العسكري، وامتزجت لديهم كرة القدم بكراهية الندم، فتحول فريق نهضة بركان إلى فوهة بركان في إطلالة تعد آخر صيحات الحماقات والتفاهات والترهات، مسرحية القميص بكل ما تضمنته من هذا البطل المغربي جمال بن صديق في النزال ديالو مع ريكو. شوفوا، يحمل خريطة المملكة المغربية الشريفة، وفي هذه المنافسة اللي هي منافسة فردية ما فيها لا القجع لا والو، هذا جوابا يعني الناس ديال المؤامرة والكولسة، إعلام الجزائري والزنديق، الزنديق اللي قال لهم باللي الكاف غادي تعطي المقابلة نهائية اتحاد العاصمة، وبالمقابل كنشوفوا فريق الزمالك المصري متواجد حاليا في بركان لإجراء المقابلة النهائية ذهاب، تعيين طاقم تحكيمي للذهاب والإياب، والزنديق باقي كيكذب عليهم. هكا الزنديق، ها المقابلة النهائية، ها هي ها المقابلة النهائية. شوفوا معنا تفاصيل ديال هذا الفيديو، بالي لابد من اللايكات ديالكم، البارتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء. هكا الزنديق، مقابله نهائيه، ونشوفوا تصريح ديال اوزين وزير الرياضه السابق بالي اللي كيجاوب النظام الجزائري ويحيي الشعب الجزائري الاصيل الحر، ونحن بدورنا نحيي الشعب الجزائري الاصيل الحر، يعني اللي ما عنده علاقه بالشؤون الداخليه ديال المغرب، فقط مهتم بالشؤون الداخليه ديال بلاده. شوفوا معايا ونمشيو التفاصيل. هكا الزنديق، هاك هاكا العامل، كيعجبك الفلوس هاك. داعي طالت مفهوم السيادة، دليل واضح على أن متلازمة الجار مع قميص نهضة بركان تجاوزت الكافة والكان وأصبحت تستدعي خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة العقلية. وهل من مرض أخطر من أن يتم اعتبار خريطة البلد الجار مساسا بسيادة الجار الآخر؟ وهل أصبح قميص رياضي في خانة الدرونات والصواريخ العابرة للقارات؟ إنها عقدة المجال التي جعلت حكام الجوار يعيشون كوابيس مزمنة بسبب المغرب وقفطان المغرب وزليج المغرب وكسكسو المغرب وعالم المغرب وخريطة المغرب. واليوم ينضاف قميص برتقالي رياضي للائحة استهداء المغرب، فقط لأنه يفوح بعبق المغربي، بأرز المغرب السامق، وأرعار المغرب الشاهق، وبلوط المغرب العتيق، وأرقان المغرب العريق، وخروب المغرب التليد. أمام هذه المشاهد الكافكائية في سرياليتها العبثية، أصبحنا نغبط أهل الكهف على سباتهم الطويل الذي بعد أن استيقظوا منه اكتشفوا عالما آخر تغير فيه الحكام والعملة والعمران. لكن الأشقاء يصرون على إشهار سوء النية عبر الرفض والحقد والكراهية. للأشقاء الجيران نقول ونحن نفرق الخوض. فريق الزمالك المصري متواجد حاليا بالمغرب وبالضبط مدينة بركان للعب المقابلة النهائية ذهاب أمام فريق نهضة بركان. واحد الزنديق، واحد العميل باقي كيبردع يعني في القطيع، وكيوهمهم وكيكذب عليهم، كيقول لهم باللي الطاس غادي تحكم الفريق اتحاد العاصمه الجزائري. هذه هديه ليك ايها الزنديق العميل. شوف هذا واش هو هذاك مناسب مالي، ها المقابله النهائيه مالي، ها هي في نهايه كاين الحجم الصغير اذا بغيتي مالي. هذا صنع مغربي محلي 100%، هديه ليك مالي. ها المقابلة النهائية، هاي فالي، يعني تم تعيين طاقم تحكيمي من السنغال لمقابلة الإياب وطاقم تحكيم كيني لمقابلة الذهاب. الفريق متواجد حاليا في بركان للعب المقابلة النهائية، وهما باقين كيبيعوا لهم الأوهام والكذب فالي. وداك الناس مساكن غير تابعين، يعني داك التنويم المغناطيسي سواء من الصحافة الجزائرية بالي للشغل الشاغل ديالها القشع، الجامعه الملكيه المغربيه بركان، تحقروا علينا المراركه، ظلمونا، هذا الى اخره. كاين واحد المقال غادي نشاركوا معكم الخوت، لابد يعني من لايكات ديالكم، راه جد مهمه، راه شرحنا لكم علاش. ودابا حتى هذوك الناس اللي كيقولوا باللي القشع راه مشى يعني لمصر باش يجلب المصريين
وبدلهم يعني الفكر ديالهم والاراء ديالهم عن فوزي القجع، وشنا هذا الشيء صحيح لان كانت عندهم مغالطات تم توضيحها. شنا يعني اعلاميين الصحافه المصريه كلها يعني كيفاش كتكلم على القجع، التونسيه كذلك، وهذا الشيء ما عجبش الاعلام الجزائري وخرجوا وبداو كيقولوا باللي خانونا توانسه والمصريين، والناس كتقول غير الحق بالي، والحق ما كيعجبش هنا. يعني حتى لهذه الصحافه الجزائريه اللي كتقول على ان يعني القجع او المملكه المغربيه يعني الجامعه الملكيه المغربيه يعني لكره القدم ابتزت يعني الجزائر ومسات يعني بالسياده ديالها، فهنا غادي نبين لك واحد الفيديو او صور اللي هي داك اللي كتبين لك باللي داك الشيء اللي قلتي باللي راك غير كتخربق. شوف معايا هنا ملاكم المغربي جمال بن الصديق، بالي شوفوا معايا هنا في النزال ديالو مع ريكو بطل العالم، شوفوا بالي ايها المبرد، شوف راه بالرايه او بالخريطه ديال المملكه المغربيه الشريفه كما تشاهد يعني هنا في الصوره الشين، بالي اللي كتقول باللي هو مخطط وهي مؤامره واستفزاز يعني للجزائر، وما عندها تكون لا ما عندها علاش تكون لا مؤامره ولا استفزاز ولا، لان الصحراء المغربيه يعني الخريطه فيها الصحراء ديالها فيها المغرب من طنجه للقويره، علاش غادي تستفزك يعني هذه الخريطه؟ انت كتقول باللي انت طرف محايد، بالي اذا كان شي صراع او شي نزاع فهو مع جبهات البوليزاريو الانفصاليه، بالي انت يعني شمن حريق فيك اش دخلك في هذا الشيء؟ ما عندك حتى شي علاقه، المغرب ما مسلك اراضي ديالك، ما بتر الخريطه ديالك، ما حيد يعني القبائل من الخريطه ديالك، اذا فينا هو هذا الاستفزاز؟ انا بغيت نفهم بالي، وهذا الفيديو هو مخصص لهذا الزنديق العميل اللي كاتب لهم باللي صافي الكاف الطاس غادي تعطي يعني النهائي لفريق اتحاد العاصمه الجزائري، يعني واحد المجموعه من الاوهام والكذب والبهتان والباطل، والناس يعني تابعين تابعين غير تابعين يعني بحال اللي منومينهم. وهذا الفيديو هو كتوضيح، راه الزمالك وصل بالي الى مدينه بركان، المقابله ستجرى يوم الاحد، والاحد المقبل اي 19 ماي غادي تكون المقابله ديال الاياب. اذا ما معنى يعني هاد البلعه ديال المنشورات، هاد البلعه ديال الفيديوهات على ان الكاف غادي يعطي المقابله لفريق اتحاد العاصمه الجزائري؟ هنا قال لك فضيحه اخرى تؤكد خساره نهضه بركان، ونهضه بركان هي في النهائي وحتى يعني نجم فريق الزمالك اللي هو شيكابالا يعني ما غاديش يلعب لانه مصاب. وهنا قال لك اكثر من 13 دوله تريد تغيير الاوضاع في الكاف، ورئيس الفاف وليد صادي مرشح بقوه لرئاسه الكاف، ويلا وزيد مع هاد الناس هادو وهذا القالب يعني هذا كامل في خاطر هاد الناس هادو كاملين. ودابا قبل ما نختم هذا الفيديو هنا التفاصيل ديال المقابله، هنا مدرب الزمالك يعني كيقول باللي شيكابالا نعم الزمالك عوده ثلاثي يوسف ابراهيم ومحمد اشرف والحارس محمد صبحي بعد تعافيه من الاصابه، فيما يغيب كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري للاصابه، ومحمود علاء لاسباب فنيه، وعبد الله سعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم قيدهم بالقائمه الافريقيه، ما مسجلينش يعني التفاصيل هذه كلها على المقابله النهائيه. وهنا الصور تبين وصول فريق الزمالك الى المغرب الى مدينه بركان، وباقي الزنديق والعميل اللي كيتقاضى اجر من اجل يعني هذا الشيء هذا كله من اجل تشويه المغرب والضرب في المغرب، باقي كيكذب عليهم وكيقول لهم باللي الكاف او الطاس غادي تعطي المقابله النهائيه فريق اتحاد العاصمه الجزائري. بالي هنا كما كتشاهدوا في الصوره الزمالك يصل الى المغرب لخوض نهائي الكونفدراليه امام نهضه بركان، بالي هذا القالب باقي وكنتمناو الفوز لفريق بركان ذاك الساعه باش هذا القالب غادي نزيد منه بزاف، بالي وانت بقى تكذب عليهم وانت راك عارف راه شكون كيخلص لك المشاهدات، يعني هادشي هذا كله من اجل يعني تشويه صوره المغرب بداعي او بمبرر يعني النضال تتناضل يعني من اجل مغربين افضل، واش تفهمنا؟ وهنا كما شو يعني حكم
من بعد الخطر رجعوا يعني للتفاصيل ديال هذه المجموعه ديال الاخبار في مباشر ان شاء الله. لا تعيين حكم سينيغالي لمقابله الاياب وحكم كيني لمقابله الذهب. واش باقي خصكم شي حاجه اكثر من هذه الخوت؟ أو لا خصكم غير اللي بردعكم واللي يبيع لكم الاوهام واللي يعني بحال اللي يبرد عليكم بحال اللي يكالميكم يعني بحال اللي كيعطيوكم دواء باش تكالماو. وهنا يعني كنشوفوا انصار فريق اتحاد العاصمه الجزائري هنا راهم عاقوا بهذا القلب بالي. هنا مجموعه من المنشورات كما تشاهدون او معاقم ساكن بالقالب اللي باه باش ما نزيدش نقول شي مصيبه كحله. ها انتم ها الصور بعد عاود رجع لهاد الصور هاو مجموعه من التدوينات توضح على ان الانصار ديال فريق اتحاد العاصمه يعني عاقوا باللي انهم كانوا يعني كبش فداء للنظام الجزائري من اجل يعني سياسات كره القدم ومن اجل يعني يعني باش يسلطوا الضوء على المشكل ديال الصحراء المغربيه يعني والاهداف ديالهم كذلك انهم يعني الكاف تقصيهم من الكان ديال المغرب ديال 2025 يعني اهداف يعني سياسيه بالي. وكل شيء يعني هذا الشيء هذا يعني كان بتعليمات من النظام الجزائري. الامر واضح وضوح الشمس. نهضه بركان كيلعب بهذا القميص. لا نهضه بركان ولا عده انديه مغربيه كتلعب بهذا القميص منذ سنوات. وحنا شفنا حتى جمال بن صديق واش لقجع يعني حتى هو السبب ان جمال بن صديق مثلا اللي هي رياضه فرديه بالي. وهذا السيد هذا راه من ابناء الجاليه المغربيه المقيمه بهولندا. هادو هما المغاربه الاحرار عكس هاد الزنادقه اللي هنا بالي اللي كيتبعوا المال. هذا ريفي من اصل ريفي مغربي. وشوفوا ماشي غير هو يعني مجموعه من اللاعبين سواء في كره القدم سواء في الالعاب الفرديه وكلهم يعني كيموتوا على المغرب. وهادو كيبقاو غير زنادقه عملاء. المهم الخوت انا ما نطولش عليكم بزاف. نخليكم مع كلمه السي اوزين اللي كيرد على حنا دائما كيقول باللي فعلا نحن نحترم يعني الشعب الجزائري الحر اللي ما عندوش مع الفتنه. وحنا دائما يعني كنخرجوا في هذه الفيديوهات بحاله دفاع فقط ماشي في حاله هجوم. خليكم مع سي اوزين من البرلمان المغربي في هذه الكلمات موجهه للنظام الجزائري. تهلاونا في راسكم نهاركم مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهاك الفينال ها الفينال كاين شي وحدين صغارين اذا بغيتي فالي صنع مغربي 100% فالي ماد ان موروكو فالي هاو يلا سمعوا معنا. السلام عليكم. وبين الحكام والشعوب سنقايد كرهكم حبا وسنبادل بغضكم إخاء وسنقاوم حقدكم رفعة وسنواجه رعونتكم حكمة وكرما وسننتصر للأخوة والجوار إيمانا ويقينا. وتحية أخوي قلبي الصادقة للشعب الجزائري الحر.